هو الأسئلة كانت سهلة والامتحان ما كانش وحش، بس هو ايه يعني جاي في نظام الواحد اللي مذاكر تمام، بس يعني هو كان نظام احنا كنا محتاجين ان احنا نتدرب عليه شوية. هو كويس بس يعني احنا النهاردة بس مش متعودين على شكل الامتحان يبقى عامل كده، فالأسئلة كانت ملخبطة كده جوه بعض، فاحنا مش متعودين على كده يعني. متعودين ورقة كده تبقى قدامنا واضحة، والامتحان طويل جدا طبعا 22 ورقة يعني كبير قوي، بس هو كان يعني ما كانش صعب، الأسئلة ما كانتش صعبة، بس هو بس عشان مش متعودين عليه. لا مش هيمنع الغش خالص، لا هو احنا لا هو مش هيمنع الغش، هو ما هو عامه في غش، بس نظام البوكل ده ما اظنش ان هو هيمنع الغش، يعني ان هو كده كده كلنا كنا نفس الاسئله ونفس الاجابات. عربي هتخلص القراءه القصه النحو الاخر كل حاجه هتلاقيها داخله في بعضها، انت فاهمه يعني مش هتعرفي تفكيرك مش هيبقى ماشي كله زي ما انت عايزه فاهم، والسؤال اللي انت مش هتعرفي تحليه مش هتعرفي ترجعيه تاني من كتر الورق خالص يعني. يعني احنا كان كام ورقه؟ 20 ورقه و 19 ورقه فكتير قوي يعني. هو عادي بس كل الموضوع الفرق عن الاول واللي فات ان انت بتكتئ كل الاسئله معاكي ده بالنسبه للناس سهله والناس الثانيه اصعب، بس انا بالنسبه لي سهل يعني. شايف النظام البكره هيمنع الاصل؟ لا بصراحه، اصل ده بالعكس ده ممكن يسهله يعني، اول كان بيبقى معاك كذا ورقه وممكن تكتبي على وبس يرهب الواحد من كتر ورقه وكتر اسئلته وتوتره الاسئله عن زمان اكتر بكتير يعني. في محل ممكن نكمل. هو نظام كويس بس اللي هو من اللي هو مش جايين يطبقوها علينا اول سنه، كان اللي هم اللي هو ناخدها من اولى ثانوي ونطلع بيها لثانويه عامه مثلا، لكن مش ان احنا ناخدها مره واحده كده تبقى صعبه. عدد الورق ان مفيش مساحه ان الاجابه مثلا الاجابه محتاجه 4-5 سطور، هو مدينا سطرين ثلاثه وبس ومساحته كبيره يعني، هو نفس الاسئله بس اللي هو الواحد بيتغض من المنظر بتاع البوكلت ان هو صفحاته كتيره فبيفتكر ان الاسئله زياده بس.